صحفي وإعلامي كبير. أنت شايف نفسك رقم كام يا أستاذ خير؟ أنا رقم واحد. الدكتور محمد الباز قال إن أنت عندك أجل. قال يعني بيقطع خير على الهواء. بتنشر حالة الارتباك والفزع والخوف بين الناس. قولي يا ريت البوست ده يتشال. أنت جمعت الشعب اللبناني كله. حياة أبوك يا شيخ. الكلام ده صح ولا غلط؟ اللي عايز أعرفه يعني أنت اتطردت من راديو مصر إزاي قبل كده؟ ما تيجي نتكلم كده بالأسماء. عيطت ليه لما محمد فؤاد غنى؟ مش هرد عليك. مراته وهي هتتفرج على الحلقة دي هتفاجأ بده. إيه؟ إيه؟ أنا قاعد قدام واحدة ملك الترند. عايز ترد عليه تقوله، مش عايز تقفل الورقة وتقلبها كده. العرافة غداً 6:15 مساءً على المحور تي في.